قبل محمد ابونا ويحكم الدار 55 سنه لكن احنا طال عمرك طول عمر كبر لا لا خلنا نقول هو الاراء واعتقد الراي اللي طلع هو مو اعتقد والشعب كله متاكد انه مو من امر من امر غيره فنحن يا طويل العمر الشعب كله مرشح انك انت الحاكم هل انا ذا ربع؟ لا 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 نحن مرشح انك طويل العمر والحاكم يرشح شعبه وانت لا طويل العمر اذا انت خليتنا نحن اقاربنا متعلق فيك ونعقبك بين الناس كلها ونعقبك يا طويل العمر بين الناس ما اتكلم عشانك انت بس حتى عشان نفوسه ما نتكلم مصلحتنا روحنا مصلحتنا روحنا نتكلم ونتكلم مقلوب الكلام صحيح والانسان يتكلم لنا مصلحتنا وحده معك مصلحتنا في انك انت الحاكم. انا بتهيد ماشي فايده انا مقدر لهذا الراي لكن انا ابغي اقول لكم شيء امانه امام الله خالد وفاي خالد وفاي خالد وفاي وخالد ما بيخون دي وخالد ما بيخون دي وخالد ما بيخون دي اسمعني خالد ما بيخون ابوه ابدا مو بخيار الشعب حتى ولو انت طلبت رأي الشعب حتى ولو مطلبي حقي اللي اخذ يعادل والايام يعني الله يعزك غير هذا المطلب لان لو وافقناك برايك تقديري لرايك واحترامي لو وافقناك على رايك هذا تعدي على دستور دولة دستور دولة دستور دولة كل حاكم محمي وما بيصير في رأيك في صاحب السمو الوالد وحدنا المسؤولية ممكن مسؤولية لازم الحماية أول شيء من الله الحامي وهو الراعي زين لكن لازم الدولة ونظامها شعبها نحن نريد الحد نريد الاصول وبعدين الوالد تقول ما نتخلك ونخدمه بالعينين ونخدمه بالعينين ما قلنا كلام بتاع عمرك لكن مثل ما خدمنا 40 45 سنة اذا باجي من الامر شيء بعدنا بنوافق